وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن إن جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. وأضاف أثناء حديثه إلى لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أن إيران ستظل أكبر تهديد لإسرائيل. إيران تظل أكبر تهديد لإسرائيل ولا يمكن أن تحوز على سلاح نووي. جميع الخيارات مطروحة لضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي. ستواصل الولايات المتحدة العمل صوب اندماج إسرائيل في المنطقة. قال المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ارتفع أكثر من الربع في 3 أشهر. وأضاف غروسي في مؤتمر صحفي بمقر الوكالة بفيينا إن الوكالة لم تخفف من معاييرها التقنية لأسباب سياسية، بل تطبقها دون انحياز. وبين غروسي أن الوكالة وضعت كاميرات مراقبة في بعض المفاعلات الإيرانية، لكنها تطالب بالمزيد. من طهران معنا مراسل التلفزيون العربي حازم كلاس. حازم، أهلا بك. ما السياق الذي قرأت فيه تصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة وما ردود الفعل حتى الآن؟ حتى هذه اللحظة أمان ليس هناك من تعليق على التصريحات التي أطلقها رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولكن ربما هذه المرة تعاملت إيران بشكل مختلف مع اجتماع مجلس حكام الوكالة. كانت حريصة على أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الوكالة بشأن بعض القضايا العالقة بين طهران والوكالة، تحديدا فيما يتعلق بالمواقع التي تشتبه فيها الوكالة، وتطالب طهران بالإجابة على تساؤلات حول هذه المواقع. طهران هي من بدأت بتسريب الأنباء حول التوافق بينها وبين الوكالة بشأن موقعين من أصل 3 مواقع في إيران، وأيضا الاتفاق بشأن العثور على ذرات يورانيوم عالية التخصيب في موقع فوردو. هذا التسريب من قبل إيران قبيل اجتماع الوكالة يبدو أنه انعكس إيجابيا على اجتماع مجلس حكام الوكالة، والتصريحات التي أدلى بها رافائيل غروسي بحسب ما يتناقله هنا الصحفيين والدبلوماسيين الإيرانيين بشكل غير رسمي تبدو تصريحات إيجابية ترحب بها طهران بشكل أو بآخر، وتريد من خلالها القول أن آلية التعامل بينها وبين الوكالة إن كانت بعيدة عن الضغوط السياسية ستؤتي أكلها دون شك وستحقق التقدم المنشود. ولكن هنا لابد من الإشارة إلى تفصيل تقني مهم، وهو أن الكاميرات التي تحدث عنها رافائيل غروسي والتي وافقت طهران على تركيبها في بعض المنشآت هي تعمل بتقنية الأوفلاين، بمعنى أنها لا تبث بشكل مباشر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنما تلتقط الصور وتحتفظ طهران بهذه الصور، لأن المساحة التي تتعامل بها إيران حاليا بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية هي مساحة ضيقة، سقفها بالنسبة للوكالة هي اتفاقية الضمانات وحظر الانتشار النووي، والسقف الآخر يحدده أيضا البرلمان الإيراني الذي يطالب إيران بعدم تقديم تنازلات تقنية مع الوكالة، نظرا لأن كل هذه القيود كانت قد فرضت على خلفية الاتفاق النووي الذي لم يعرف مصيره بعد حتى الآن. في انتظار تعليق رسمي من طهران، شكرا لك مراسل العربي حازم كلاس.